مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها إغلاق شرطة الموريتانية مقر جبهة التغيير قيد التأسيس المقرب من الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز. حزب الجبهة كان قد أعلن عن مقاطعته للانتخابات الرئاسية الحالية، وشكل جبهة معارضة وبدأ التحسيس لمقاطعة تصويت 29 يونيو الجاري. وعقد كذلك ليلة البارحة عدد من قيادات الجبهة اجتماعا في منزل أو مؤتمرا صحفيا بالأحرى في منزل الوزير السابق سيد العالي محمد خونة، نددوا خلاله بما وصفوه بالتوقيف التعسفي لبعض نشطاء الجبهة وإغلاق مقرها الرسمي بدون مبررات بحسب تعبير القيادات. إذا يسعدنا في هذه الحلقة أن نتعرف على أسباب هذه الإجراءات ضد جبهة التغيير، ثم لماذا اتخذت الجبهة موقفا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية الجارية، ثم أين هو ملف الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز. يسعدنا إذن أن يكون معنا في هذه الحلقة السيد أحمد دول شاش، الأمين العام لجبهة التغيير تحت التأسيس. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. في البداية، ما تعليقكم أولا على هذا الإغلاق وعلى هذه الإجراءات؟ هل لديكم تفسير محدد؟ الحمد لله، نحمده ونستعذره ونستعين به. شكرا جزيلا قناة المرابطون اللي تحتنا هذه الفرصة لي. في البداية أرفع تعازي القلبية إلى أسر شبابنا اللي وافته المنية في المكسيك، وأيضا أرفع تعازي إلى كل الفلسطينيين مع تحية شرف لشهادهم المتواصل ضد قوى الطغيان وقوى الشر. وما يتعلق بسؤالكم، نحن فعلا نتساءل معكم لماذا تم غرق مقر جبهة التغيير الديمقراطي. جبهة التغيير الديمقراطي هي حزب قيد التأسيس يمارس نشاطا سياسيا في منتهى المسؤولية وفي إطار ما يفرضه القانون وما يوفره ويكفله الدستور. نعبر عن آرائنا اللي ما بالضرورة أنها توافق زيد أو عمر، وإنما هي الآراء اللي ارتئيناها وأسسنا عليها هذا المبدأ اللي هو مبدأ تحركنا في الحزب اللي هو. لذلك نتساءل عن أسباب إغلاقه. نعرف أن فعلا في إطار هذه الانتخابات الرئاسية في طبيعة الحال توجد ثلاث أمور متاحة: إما أن تصوت لزيد، وإما أن تحايد وهذا منصوص عليه في البطاقة، وإما أن تقاطع. هذه الخيارات الثلاثة موجودة دائما في كل حملة انتخابية، وإحنا اخترنا ذاك الخيار اللي هو خيار المقاطعة، وعلى أساسه ما عدلنا مقاطعة ميتة ولا مقاطعة كسولة ولا مقاطعة تبين بأننا فقط قاطعنا الانتخابات لكسل أو لوهن، وإنما قاطعناها بشكل فعال وبشكل رأي وبشكل عن نبرز فيه للمواطن رؤيتنا لهذا المشهد السياسي. هذه ناحية. الناحية الثانية، لماذا نحن قاطعنا هذه الانتخابات؟ اسمح لي شوي فقط لزيادة استيضاح، هل قدمت لكم تفسيرات لهذا الإغلاق أو لهذه الإجراءات؟ أبدا، لم تقدم لنا أي استفسارات ولا أي تساؤل. وكل ما كان عندنا عنا كنا نزاول للنشاط اللي هو منذ سنتين ذاك المقر ذاك هو، كنا نزاول شن الأنشطة السياسية، والأخير عنا زاولنا أنشطتنا السياسية فيما يتعلق برؤيتنا السياسية في المقاطعة. وفعلا كانت عندنا أمرنا الشباب المتحرك وشبابنا الناشط بهذا التوجه اللي هو، وكان يشرحه بطريقة مسؤولة وبطريقة مهذبة وبطريقة مدنية وبطريقة متحضرة، ولا زعاجنا حدث. هو من هنا نطرح رؤيتنا ونطرح فكرنا، هذا هو كل ما في الأمر. طيب، ألا يمكن أن يكون السبب متعلقا بعدم ترخيص الحزب، أنه في النهاية هذا الحزب لم يحصل بعده على الترخيص، وبالتالي يمكن أن يكون ممنوعا من ممارسة العمل السياسي أو ممنوعا من وجود مقرات لأنه لم يحصل على الرخصة؟ على كل حال، مضايقة نحن في التوجه تحت أي إطار قبضناه دائما مستمرة، هي نهج سياسي عند هذا النظام، وعالجناها مع عدة أحزاب، الأحزاب اللي أغلقت والأحزاب اللي فرض عليها أن تغلق والأحزاب اللي، لكن المسألة هنا تختلف. نحن الآن في موسم سياسي الكل فيه يتكلم والكل فيه لم يطلب الترخيص لكلامه حملة،
مشاعة ومباحة للجميع، ونحن دخلنا فيها برؤيتنا وعبرنا فيها عن رؤيتنا. إن كانت أزعجت النظام أو أثرت على موقفه أو أثرت على توازنه أو أثارت حفيظته، هذا لا نستغربه وهو جائز فعلا، وعلى أساسه اتخذ هذه الخطوة اللي هي اللي كان قد اتخذها من الفترة الماضية لعدل رعن الحزب ما هو مرخص. الحزب مولي قانونيا مرخص به لأي حزب كامل طرح طلب واستلم الوصل ودامت عليه 3 أشهر ولا شهرين ولا أي المدة القانونية اللي يلزم بها الدستور ولا قال له عنه يوقف، معناها عنه عاد مسموح له مبدئيا قانونيا ودستوريا مسموح له بمزاولة العمل السياسي. طيب أنت أشرت إلى أنكم قاطعتم بطريقة نشطة، ما هي مظاهر هذه المقاطعة النشطة التي تتحدث؟ المقاطعة النشطة معناها أن تجسد الفكرة التي تحمل في هذه المقاطعة، هي أنك تجسدها للمواطن وتعبر له عنها وتبين لماذا أنت قاطعت ولماذا اتخذت هذا الموقف بالضبط، لماذا ما يعود موقفك محايد، لماذا ما تدعم واحد من المرشحين، لماذا ما بقيت قافل عليك دارك وهاني. هذه كلها مواقف يعبر عنها بأسلوب معين وبطريقة معينة، وإحنا عبرنا عن المقاطعة بأن بينا الأسباب اللي دفعتنا للمقاطعة وبينا عن الانتخابات عنها نراها مهزلة ونراها تكريس لواقع معين ونراها تشريع أو شرعنة لنظام قائم لن يزول ولن تزوله هذه الانتخابات، وإنما أخيت بشكل صوري فقط من أجل استهلاك الوقت ومن أجل تبرير وتمرير ذاك المشروع اللي نتائجه فتعت مجهولة عليها وفتعت معروفة معناها عن العمل فيها تحصيل حاصل. طيب ما سبب مقاطعتكم؟ هل يعود إلى أنه الرئيس السابق محمد عبد العزيز منع من الترشح في هذه الانتخابات؟ ليس هذا بالضبط. هون سمحوا لي، بالنسبة للرئيس محمد عبد العزيز الرئيس السابق، نحن لا نعتبره كل، لا نعتبره هو الهدف الأساسي عندنا، هو ليس إلا جزء من مأساة كبيرة نعيشها، من مأساة كبيرة نحملها، ومن هم وطن متحملين به، معناها عنه هو جزء من هذا الوطن، جزء من هم هذا الوطن له، جزء من هذه المأساة، جزء من هذا الظلم، جزء من هذا الانتكاسة، جزء من هذا الفشل، جزء من هذا الإحباط. إذن هو ما نختزل هم الوطني فيه فعلا مناصرين لأنه مظلوم ومدافعين عنه لأنه مظلوم، وباقي ياسر المسائل الثانية في الأمن والصحة والتعليم ولكل قطاعات الدولة، هذه أيضا لا تقل أهمية عن عبد العزيز بل نراها عنها ضرورية. طيب ولكن لافت أن قيادات الحزب كانوا مع الرئيس السابق محمد عبد العزيز حينما أفرج عنه أو سمح له بدفع ملفه في المجلس الدستوري، وبالتالي كما لو أن الجبهة وقياداتها متفقون على المشاركة في هذه العملية الانتخابية، ولكن بمجرد أن منع ملف الرئيس السابق ورفضه المجلس الدستوري جاء القرار بالمقاطعة. ألا يعني هذا تلازما ما بين قرار المقاطعة وما بين منع ملف محمد عبد العزيز من الترشح؟ شكرا جزيلا. هل ملف الرئيس محمد عبد العزيز هو الوحيد منع من الترشح؟ هل هو الوحيد منع من الترشح؟ أعتقد أن الجواب واضح، منع الكثير من الترشح، منع مترشحون، وهذا شكل معنا في النهاية ما يسمى بجبهة المعارضة الديمقراطية. جبهة المعارضة الديمقراطية هي تتمثل في الأشخاص اللي تقدموا للرئاسة وامتنعوا منها. شنو هي الظروف اللي امتنعوا منها؟ لو كانت الظروف مقبولة، لو كانت الظروف مبررة لا بأس، لكن الظروف غير مبررة الحالة عنها تكرس. طيب الواقع، اسمح لي شوي، ما معنى امتنعوا منها؟ هم في النهاية لم يتوفروا على التسكيات المطلوبة أو الشروط المطلوبة لدفع الملف أصلا لمجلس الدستوري. الشروط متوفرة لكنها محجوزة، والرئيس محمد عبد العزيز يتميز عن هؤلاء بجزئيات. أولا احنا عندما نجينا وقدمنا الملف وكان أملنا بأن يرشح الرئيس محمد عبد العزيز وله من الشعبية ما يخوله الترشح، وكانت فعلا الشعب الموريتاني مطالب بذلك، هو ما ترشح بشكل عفوي، هو ترشح إثر مطالبات. بقى هناتي عن الملف وتمم ولم يبقى إلا التزكية. التزكية حصلنا على التزكية، فيها نصها تقريبا مقعين الحكام ونصها مقعين المستشارين، نصها مقعين الحكام تزكية المستشارين.
نصها مقعين الحكام ونصها مقعين موثق العقود كمرحلة لتشريعه وشرعنته. لكن هذه ما هي المشكلة. هو محمد عبد العزيز معروف عنه مزكي مبدئيا، هو عنده فترتين أي رئاسيتين. هذه المشكلة اللي هذا هو الشرط اللي أو السبب اللي قدم بجد الدستور، أنه لم تستكمله هذا الملف، لم يستكمل الشروط التي نص عليها القانون. طيب هون لماذا لم نستكمل الشروط؟ هو أولا لا ننسى عن محمد عبد العزيز أنه كان عنده فترتين رئاسيتين، معناها أنه فتزكوا العدد اللي مطلوب من المستشارين، فتزكى أين هذه التزكيات؟ يعني بحثنا عنها ما جبرناها في الأرشيف، هو لا مستشارين ونفس القوة القانونية اللي عندهم هما عند هذا، معناها عندك اختفى. هذا تأويل واسع للقانون، أنه بما أن الرئيس السابق كان رئيسا وانتهت مأموريته وزكية في مرحلة معينة من قبل مستشارين ليترشح، فمعناه بالضرورة زكوه من جديد. هذا تفسير واسع للقانون. لا هذا هو المنطقي، هذا هو الحاصل، هو منطقي من حيث أن يعود هو اللي مقبول تزكيته، هذا هو واحد اللي مقبول تزكيته. إنسان زكاته 200 مستشار على فترتين مختلفتين، إنسان قضى 32 في الجيش، أول جنرال تقلد هذا المنصب. هذه أمور أخرى، هذا كان أمور أخرى. هو التاريخ متكامل ما يجزئ. أنا ما نقدر نفصل هذا الإنسان أنت كنت يامس. اسمح لي أنه هذا ليس شرطا لازما لكي يزكيه العدد المطلوب بالضرورة من المستشارين، قد يرفضون تزكيته. نحن لا نعتبره شرطا أساسيا، لكن ليس على هذا الأساس هو الذي تم المشكل. المشكل أنه جميع المستشارين كلهم وقعوا على ورقة بيضاء حتى يضمن أنهم ما يزكوا حد ثاني. هذا هو نوع من الاستئثار ونوع من احتكار إرادة الشخص وإرادة المستشار. وبالتالي 205 من المستشارين، 205 من العمل زكاوا الرئيس غزواني. هذا حقهم. حقهم طبيعي. لماذا نعتبره؟ معهم 450 مستشار، إذا جميع اللي زكى يربو على 645 مستشار بلدي ما بين عمده، معناها أنه عدلتوا أنت عملية استئثار. هذا حقيقي. يقال إحنا ما متخادعين، إحنا ما فيه ما العملية السياسية للوطن، العملية الصادقة لا تستدعي المكر ولا تستدعي الخداع، تستدعي أن تكون العملية شفافة. أي مكر وأي خداع ألا يعتبرها؟ أليس دليل على أن الرئيس السابق لم يتوفر ومعه بعض المترشحين أيضا المحتملين للرئاسة حينها لم يستطيعوا أن يقنعوا المرشحين المستشارين عفوا بالحصول على تزكياتهم، وهذا هو الشرط الذي يشترطه القانون. إذا القضية بكل بساطة أنا قلت بأن المستشارين عندنا منهم العدد اللي مطلوب وزيادة، الذي منع هو أن يوقع الحاكم اعتماد هذه التزكية، وهذا ما زال عندنا بالتصوير بالصورة وبالصوت. إذن الحكام هم اللي منعوا التزكية، المستشارين موجودين وزاوية حد الآن موجودين وتواقعهم عندنا وتوثيقاتهم عندنا، عند نوترات وعند الحكام وعند هذا. إذن هذه ما هي المسألة. المسألة ما هي عنه فقط رفض المستشارين التزكية، التزكية اللي رفضها وزارة الداخلية. هو نص يخلق التداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية في العملية. قطع أنه كان دور وزارة الداخلية ما هو الدور اللي يادة تقوم به قبل دور المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري يوقف معانا. المجلس الدستوري ما له قال عن هذا عنه خارج القانون، وعن هذا عنه يحتاج تدخل قضائي. والمجلس الدستوري ما له لين اللي جاي له يطرح الملف اذا هو عنده توصيات في منتهى الاحراج محرج تماما، واذا هو ما هو قد يعطينا وصف الاستلام، واذا هو من يدعي الصحافه ان نعدله التصريح كما يقوم به كل مترشح دخل الجيش ورفضها. المساله لا ننظرها من منظار آخر، ننظرها عنه استهداف ذاك الرئيس ولوك الزملاء اللي ما قبلوا يترشحوا عن الرئيس غزواني، عنه اختار أن يكون الخصم وأن يكون الحكم في وقت واحد. طيب هنالك أيضا من يقول أنه الرئيس السابق محمد عبد العزيز ومحاموه يحاولون أن يحولوا ملف القضائي لمحمد عبد العزيز للرئيس السابق إلى ملف سياسي، وكأنه بدل أن يكون ملفا جنائيا يتعلق بتهم تتعلق بالفساد هو ملف سياسي، يعني استهداف لمرشح رئاسي. وبالتالي أنه ما تم حينها أنه
لا أريد أن أقول مسرحية، ولكن يقولون أنه في النهاية عملية مفتعلة لإظهار، وكان الرئيس عبد العزيز يتوفر على الشروط القانونية أصلا ليترشح. بل هنالك جدل أيضا على أنه حتى لو استكمل الترشيحات لا يمكن له أن يترشح بنص المادة التي تمنع الرئيس أن يحصل على أكثر من فترتين. جيد. كونه هو ملف سياسي، هذا تحصيل حاصل. ملف محمد الرئيس محمد عبد العزيز ملف سياسي بامتياز، بدأ سياسيا وانتهى سياسيا. ما كان من المحكمة التي امتدت سنة وزيادة من المحاكمة المتواصلة اتضحت بجميع أبعادها أنه ملف سياسي، بدأ بفكرة المرجعية وبدأ بأشخاص المرجعية، واستمرت المهزلة إلى أن دخل فيها الفساد. الفساد ما فما تيشي الامتداد أربع سنوات خمسة، قاعد الآن تصل إلى خمسة، إلى امتداد خمس سنوات ما قدوا قدموا أي دليل يسوى هو شنو. وفي النهاية جات مفاجأة أنه المحكمة قدمت تبرئة تامة للرئيس محمد عبد العزيز من كل ما يتعلق بالفساد واستخدام النفوذ وتبديد المال العام. اسمح لي باب توضح، لم تبرئهم، برأتهم بعض التهم، ولكن أيضا دانته بالإثراء غير المشروع. أنا أكمل الفكرة. هي تهم عشرة وأساسها كاملة الفساد واستخدام النفوذ بالإثراء غير المشروع والإثراء تهم أخرى كلها سقطوا منها ثمانية وبقوا اثنتين، الإثراء غير المشروع وغسيل أموال. غسيل أموال هي فكرة عامة، غسيل أموال ما هناك أموال متسخة حتى يقام لها بها غسيل. هناك محمد عبد العزيز عنده فوضى ومصادرة أموال هائلة وعقارات يعني أمور محددة. طيب طيب جيد هذا فتحت لي موضوع هناتي ليردنا شوية التاريخ. مصادرة أموال وعقارات هائلة، ما فيه عقارات نهائيا، ما هو عقارين هم اللي عند محمد عبد العزيز، داروا اللي في المغشط ولا داروا اللي في بن الشاب. وهذه الثنتين بالمناسبة واحدة مقدرة بسبع ملايير وواحدة مقدرة بواحد مليار، لك عاد كم من مليار. إذا ضفت هاي المقادير اللي هي مع تقدير البن اللي مقدرة 38 مليار تقريبا، ما هي 38، هو اللي مدير عليها بالضبط 28 مليار. عفوا 38 مجموع الكل مع مجموع بعض متهمين، لا قاعد يوصل 41. اذا هو اللي مدير شور هي 28 مليار. هي 28 مليار فيها تقدير اللي عمليه نفخ الاموال، تقدير الدار ب 7 ملايير، هو قاعد بنفسه قال معهم يعطوا فيها 500 مليون يبيع هذا. اذا دار بن الشاب اللي بيوت من السنج مبنيين 94 مقدرين ب مليار. هذه المباركة اللي بانية سنين ب 60 مليون، وقالها صاحب سنين 60 مليون بالمزرعة، لا ما في مزرعة، البيوت هم هنا في تفلي، بيوت في زر تفلي متطايرين مبنية فيهم مباركة ب 60 مليون، مكتوبين عنهم 250 مليون مكتوبة في التقرير اللي قال ذيك حالة خاصة، ذاك معدلهم الجيش وذاك على حساب الجيش، وذاك هو قال عنه ما يعني، قال عنه مسألة بين الجيش والسنين وتنحل. إذا عندما نرجع للشكل الواقعي، الروع عن محمد عبد العزيز أنه أنظلم، وعن النظام ساعد ظلمه طيب اسمح لي فقط، أنظلم من حيث الرئيس السابق لم يحاكم محاكمة عسكرية، الرئيس السابق كما تقول الحكومة وكما تقول الجهات الرسمية عمل بطريقة قانونية عادية من خلال القضاء العادي، أحيل الملف إلى القضاء العادي الذي يعني تابع قضيته أولا بأول من دون إجراءات استثنائية، من دون تدخل من السلطة الرسمية كما تقول. إذن أين هو وجه الظلم في ملف؟ بل هنالك من يتهم القضاء ويتهم النظام بأنه تساهل مع محمد عبد العزيز، وأنه تساهل مع ملفه أو ميعه وأضعف التهم الموجهة إليه حتى أصبحت مهلهلة وغير جادة. تفضل. لا يندر خط تحت التساهل. التساهل ما كان ثم تساهل، على العكس كان ثم تشديد، لأن محمد عبد العزيز تعرض لأمراض من داخل السجن. رئيس دولة لفترتين متتاليتين ينحبس في مدرسة الشرطة، يباتوا وكلاء الشرطة يعدلوا على رأسه الرياضة، البيت اللي هو فيه ركسوا فيه الفيران، هذا ما هو معاملة. ثانيا المبدأ الملف جاء من منين؟
يجي من البرلمان. لجنة قضائية. لجنة برلمانية. لا يتكلم برلمان مؤسسة دستورية. لا يحق لها أن تتكلم عن الرئيس. لا يحق لها أن تجري تحقيقا رقابيا كما تعمل مع تعمل تجريهي. طيب. في التجريهي. أيوة. إجراتهم عدلت في قدمت ملف فيه 360 رجاج وكل نهار ينتقص منها واحد وسمعنا التسجيلات أقول أفلان ديروا فلان أقول أفلان ديروا فلان سمعنا ما التسجيلات بين زملائي وكل ما يقرر كسمهم هذا سمعناه في النهاية. قدمت لك الملف اللي ما فيه عزيز ما تقبل الملف اللي كلام الصفحة زيادة على 5000 صفحة ما فيه نهائيا كلمة موجهة لرئيس الجمهورية ولا موجهة للرئيس محمد عبد العزيز مطلقا. في النهاية وفاتك المرحلة وبدأت الشرطة السياسية تعمل الملف حاله البرلمان رسميا إلى النيابة العامة. زين لا ما أحاله إلى وزارة العدل. هناك شوية جزئية. عندما أحال الملف إلى وزارة العدل هذا تكلم فيه الوزير السابق وزير العدل السابق البروفيسور حيمود وقال لهم هذا الملف لا علاقة له بالعدالة لا علاقة له بالبرلمان. وتلفن عليها الرئيس غزواني وجاء مباشرة وقال له رأيه ومنين قال له رأيه خلق التغيير أصبح وندار الوزير محمد أحمد. هذه روايات في النهاية. المهم أنه وزارة العدل كجهة بغض النظر عن الوزير اسمح لي سؤالك تكمل. بغض النظر عن الوزير وما قال أو لم يقله وزارة العدل كجهة كوزارة سيادية أحالت الملف إلى النيابة العامة. النيابة العامة مارست فيه حقها والإجراءات القضائية القانونية العادية. جيد. أيوة. لا مانع على كل حال الجزئية اللي كنت تتكلم فيها هي ذكي. الرئيس وزير العدل السابق حيمودة رمضان هذا قال فكرته وجله المحكمة وقالها من جديد وهو راه فني في القانون راه أستاذ فني في القانون معناها عنه المسألة متفاصلة الملف ما عنده علاقة بالقانون وغير وجهة نظر قانونية قد لا تتفق معها الكل في النهاية وجهة نظر قانونية. عزيزي عندما نتكلم بمنطق البعض هذا رأيك وهذا رأيي وهذه وجهتك وهذه وجهتي تصبح الأمور مائعة تصبح الدنيا مائعة تماما. فيه منطق على الأقل 1+1 تساوي 2 والقانون لا يحتاج فقهاء ولا يحتاج مفسرين لأنه هكذا وجد. أنت أن أي صيغة تلزم المواطن واضحة في أبعادها وفي تعبيرها ولا تحتاج التلميح ولا الترويح معناها أنه هذا الوقت اللي دائما متفقين مع المواد يشرحونهم هذا شرح غائي وله شرح قانوني. الشرح القانوني هو ذاك اللي منين يخلق له مواطن يفهمه ينتعنى كذا لا جهل للقانون لا جهل للقانون هذه مسائل واضحة. طيب هناك جزئية سولتنا عنها عنه قائلة اللي تخطى ذاك الملف وتخطى أنا قضية المستشارين وراه بالمناسبة هو أسبوعين متبركين مع الجنسية هذا دير تحت خط جنسية الرئيس محمد بن عبد العزيز أسبوعين متتاليين لكن حصل على الجنسية التبريز نحصل عليها وهذه رسالة واضحة من وزارة العدل. تبريز رسالة من وزارة العدل هذا قضية قانونية ما دام لم يحكم عليه بشكل نهائي قانوني نهائي يحق له يحصل على تبريز وتكتب عليه أيضا التهم الموجهة إليه أو الإدانة التي حصلت في المحكمة الابتدائية. لا يقولوها للسياسة هكاتي وعند منين فاجئتهم الجهاز التبريز يقولوا لا أقصد أنه في النهاية لا يعني أنه هنالك موقف من وزارة العدل أو رسالة من وزارة العدل كما أشرت. هذا قضية قانونية أنه ما دام لم يصدر عليه حكم نهائي بات فهو غير ممنوع من حقوقه السياسية. هذا أكيد وعلى أساسه إجبار التبريز. والآن هو مسجون ما هو بحكم قضائي الآن هو في السجن ولكن أدين بحكم قضائي. لا ما هو الآن في السجن ما هو أدين بحكم قضائي. هو الآن ما هو محال بشكل ما هو حال إلى السجن بأمر قانوني نهائيا. كيف؟ هي تفاصيل قانونية ثانية معقدة ولها جهات. طيب نعود إلى موضوع المقاطعة. هم الفترتين اللي تكلمتوا عنهم أيضا أثناء كلامكم أنه قاعدات خطينا للمراحل هذا أمر يقول بعض القانونيين قاعدات خطينا هذه المراحل كاملة اللي هنجول عنه حكم فترتين هذه حكم فترتين المادة 28 المادة 26 واضحة في تعبيرهم وهذا دائما التأويل من التأويل القانوني للمادة 93 اللي أولها واحدين وهي الفترتين هذو
رئيس الجمهورية هو الآن، ما هو رئيس الجمهورية هو الآن مواطن، وهذا هو الاسم اللي نداه به القضاء، والاسم اللي نداه به الهيئة الدستورية، وبالتالي لا ينطبق عليه هذا المفهوم نهائيا، لذلك لا تست ولا ولو كانوا هما حاسين بأن هذه الفقرة تطبق عليه ما يمنعهم المستشارين ولا يمنعهم من حق الترشيح ويرشحوا فطيحوا ملفه في تلك الحالة اللي فيها. شكرا جزيلا للسيد أحمد ورشاش الأمين العام لجبهة التغيير على تحت التأسيس على مشاركتي معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام أقول إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.